مرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدي قناة الإخبارية، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. حياكم الله في هذا اللقاء الخاص من هنا من ولاية سلنجور، وتحديدا من مدينة شاه علم، لنتحدث وإياكم مع الأستاذ الدكتور محمد التميمي، المدير التنفيذي لجامعة المدينة العالمية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبقناة الإخبارية. أهلا بك دكتور. بداية دكتور، حدثنا عن نشأة وتاريخ هذه الجامعة. جامعة المدينة العالمية هي جامعة ماليزية خاصة، أنشأت في عام 2007 للميلاد، وكان مؤسسي هذه الجامعة من الإخوة السعوديين، والجامعة مملوكة بكاملها للسعوديين، وتم ترخيصها في عام 2007 وباشرت أعمالها في عام 2008. وجامعة المدينة العالمية تمتاز بأنها جامعة ذات طبيعة متنوعة في العلوم التي تؤديها، فهناك 6 كليات في هذه الجامعة، منها كلية العلوم الإسلامية وكلية اللغات وكلية التربية وكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وكلية الهندسة وكلية اللغات كذلك، فهذه 6 كليات تتمتع بها الجامعة في عدد من التخصصات. هذه التخصصات منها في مرحلة البكالوريوس، ومنها في مرحلة الماجستير، ومنها كذلك في مرحلة الدكتوراه. ما هو مفهوم الجامعة الغير ربحية لديكم اليوم دكتور؟ الجامعة الغير ربحية نعني أنها تقوم على التمويل الذاتي. الجامعة يعني تقوم على التمويل الذاتي، وهي بحمد الله تعالى تمول نفسها ذاتيا ومكتفية ذاتيا، بحيث أنها تتلقى رسوم من الطلبة. هذه الرسوم من الطلبة تغطي نفقاتها التشغيلية والرأسمالية وكذلك التطويرية. واستطاعت الجامعة بحمد الله تعالى بهذا المفهوم أن تحقق هدف، وهو أن هناك نوع من تخفيض الرسوم، لأن مؤسسي هذه الجامعة ليس لديهم أهداف ربحية ولا يتلقون أرباح في نهاية كل عام. فمن هذا الأساس الجامعة ما يعود لها من عائدات تدور في داخل هذه الجامعة تطويرا وتشغيلا وكذلك توسعا بحسب ما تقتضيه المرحلة. ماذا عن الأهداف أو الرسالة التي تحملها الجامعة وعن أهم التخصصات أيضا؟ الجامعة ذات رسالة، يعني أنها جامعة عالمية رائدة تعنى بالعلوم المتنوعة في مجالاتها المتعددة لخدمة وتطوير الإنسانية. فالجامعة لها أكثر من بعد، البعد الأول بعد إنساني، فالطلبة يأتون من شتى البلدان ومن شتى الأجناس، بل حتى من شتى الديانات، فلدينا طلبة من المسلمين ولدينا طلبة من غير المسلمين، والقصد من هنا أن تكون الجامعة محضا لهم في شتى أنواع العلوم والمعارف، يتلقون في هذه الجامعة ويعودون إلى بلدانهم متزودين ومتسلحين بسلاح المعرفة. والجامعة تركز في ما تركز فيه على طلاب الدراسات العليا بالذات، فثلاثة أرباع برامج الجامعة ثلاثة أرباعها هي برامج دراسات عليا، والربع منها برامج بكالوريوس، ولذلك نسبة طلاب الدراسات العليا لدينا هم ثلثين إلى ثلث، من ثلثين إلى ثلث، ثلثين في الدراسات العليا والثلث في مرحلة البكالوريوس. فمن هنا يعني غايتنا وهدفنا أن نحقق نوع من التغطية للاحتياجات القائمة، وخاصة أن المجتمع الإنساني في كثير من الدول النامية هو مجتمع شاب، وهذا المجتمع الشاب يحتاج بشدة إلى التخصصات في الدراسات العليا في شتى المجالات. فمن هنا نحن نهدف أن نغطي هذا النقص والاحتياج في هذه المجالات. والجامعة فيما تهدف إليه أنها توصل العلم لشتى فئات المجتمع، وهذا الإيصال للعلم لشتى فئات المجتمع يكون بنوعية راقية من التعليم، لأن الجامعة تعتمد الأساليب التقنية في يعني خدمة وتيسير المعرفة للطالب أينما كان. والجامعة لها ترخيصين، الترخيص الأول في التعليم عن بعد، والترخيص الثاني في التعليم التقليدي المباشر، واستطاعت بهذين الترخيصين أنها تصل للطالب أينما كان، وتأتي بالطالب من أي مكان كان للدراسة في ماليزيا. ومن أهداف هذه الجامعة بحمد الله تعالى أنها يعني هدفها يعني الذي تصل إليه هو إيصال علوم الشرق الأوسط إلى بيئة ماليزيا من جهة، فبهذا لا يحتاج الطالب الماليزي المحلي الانتقال أو الذهاب، حيث وفرنا له التخصصات المطلوبة في العلوم الإسلامية والعربية،
وفي ذات الوقت وفرنا له الأساتذة والكوادر والكفاءات التي تدرس باللغة العربية في جميع ما يحتاجه في برامج العلوم الإسلامية والعربية. في المقابل جعلنا الطالب الذي يأتينا من بلاد متعددة ومختلفة، لأن الجامعة فيها تقريبا من 86 جنسية، فالجنسيات متنوعة ومتعددة، فنجعل الطالب إذا جاء إلى هذه البيئة يتلقى أفضل ما فيها في العلوم التي مثل علوم الحاسب الآلي والعلوم المالية والإدارية والعلوم التربوية والهندسة. فهذه التخصصات بحمد الله تعالى نوفرها، والتدريس فيها باللغة الإنجليزية في جميع المراحل، سواء مراحل البكالوريوس أو مراحل الماجستير أو مراحل الدكتوراه. فمن هنا نلمس أن الجامعة بحمد الله تعالى تؤدي دورا يعني عظيما بإيصال المعارف إلى ماليزيا، وأيضا إيصال الطلبة إلى ماليزيا وتلقيهم العلوم المتنوعة والمتعددة التي تغطي كافة المجالات. دعني أسأل الدكتور أيضا عن دعم الحكومتين المحلية والمركزية لكم هنا في الجامعة، سيما وأنكم تضمون بين أرجاء هذه الجامعة العديد من التخصصات والبرامج أيضا العلمية. الجامعة بفضل الله تعالى تلقت دعما كبيرا من الحكومة المركزية، ممثلة برئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت عبد الله بدوي، الذي زرنا ورحب بفكرة الجامعة ورحب باستضافتها ووجه دعوة رسمية للجامعة لكي تفتتح في ماليزيا. وكذلك لقينا الدعم من وزارة التعليم العالي وكذلك من الهيئات التابعة لها، وكل هذا حفز الجامعة وشجعها على الافتتاح، وشجعها كذلك أن تسير قدما في توسعها سواء في مجال التعليم عن بعد أو في مجال التعليم المباشر، وكذلك بافتتاح البرامج واعتمادها. أما على مستوى الحكومة المحلية، نحن نلقى الرعاية والعناية من الحكومة المحلية في ولاية سلنغور، ممثلة بسلطان سلنغور وهو على رأس الهرم بهذه الولاية، وكذلك من قبل الحكومة المحلية وكذلك من المجالس الإسلامية الموجودة في هذه الولاية، وهي قدمت لهذه الجامعة التسهيلات اللازمة واستضافتها ورحبت بها، وكذلك احتضنت طلبتها لأنهم يعيشون في هذه المنطقة، وقدمت لنا كل ما تحتاجه الجامعة من خدمات وتسهيلات. نعم. فيما يخص دكتور التخصصات، يعني جمعت الجامعة بين تخصصات نظرية وبين تخصصات علمية، وفيما يخص أيضا عدد الدارسين، سيما وأنك تفضلت أن هناك الكثير من الطلاب ربما يعني يدرسون عن بعد، كون قد يكون كثير منهم خارج ماليزيا. طبعا الجامعة يعني كان لها رؤية معينة، وهي أنها تخدم الإنسانية في شتى المجالات. نحن نجد أننا إذا أردنا العناية بالهوية، فمن أجل ذلك اعتنينا بإنشاء يعني كلية للعلوم الإسلامية، لأنها تعنى بهوية وشخصية المسلم، والواجب هنا بناء شخص مسلم سليم سوي على منهج وسطي وعلى مستوى من العلم والإدراك والمعرفة. فهذه أمور ضرورية في حياة المجتمعات المسلمة. وكذلك وجدنا أن إنشاء كلية للغات، باعتبار أن اللغة هي سبيل التواصل بين الشعوب وبين البشر، فمن هنا لابد من العناية بهذا الجانب وتغطية الاحتياج اللازم، وبالأخص في اللغة العربية التي تحتاجها ماليزيا على وجه التخصيص، وكذلك بقية الشعوب والمدارس التي والجامعات التي تحتاج هذا النوع. وأما التربية، باعتبار أن التربية هي محاضن التنشئة ومحاضن التعليم، فبالتالي عنينا بإنشاء كلية التربية. وأما كلية الحاسب الآلي، فلأن التقنية لغة العصر، فهناك حاجة ماسة إلى أن لغة العصر تغطى تخصصاتها تغطى احتياجاتها. وكذلك كلية العلوم المالية والإدارية، باعتبار أن المال عصب الحياة، فأنشأنا كلية للعلوم المالية والإدارية، وعنيت بالتحديد كذلك في برامجها في الدراسة العليا بالتمويل والاقتصاد الإسلامي بدرجة أكبر، بالإضافة إلى تخصص المحاسبة وبقية التخصصات. وأما الهندسة فهي عمارة الأرض. نحن نظرنا يعني أن تكون هناك رؤية تغطي جميع الزوايا، فمن هنا نشأت هذه الكليات، ونشأ في داخلها عدد من التخصصات، سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الماجستير أو مرحلة يعني الدكتوراه. فعنينا كذلك بشكل أكبر كما أسلفت في الدراسات العليا، لأن الاحتياج هو أكبر والحاجة ماسة لهذه التخصصات. وماليزيا تتميز بنظام علمي بحثي في الدراسة العليا، مما يعطي جودة في المخرجات التي يمكن أنها تخرج وتؤدي دورها إن شاء الله تعالى في المجتمعات.
نعم دكتور، أيضا مثل ما تفضلت اليوم هي يعني جامعة ذات رسالة إنسانية عالمية، دعني أسألك عن جهود الجامعة فيما يخص تقديم صورة عن الإسلام الوسطي ونبذ العنف والتطرف، سيما وأن المملكة قد تتعرض يعني بين آونة وأخرى إلى بعض الهجمات أو بعض الانتقادات التي يعني قد تطالها من بعض المغربين. لا يخفاك نحن الآن نواجه حرب فكرية قبل أن نواجه أي نوع من الحروب الأخرى السياسية أو العسكرية ونحوها. الحرب الفكرية هي حرب ضروس، ونحن نواجه تيارات متطرفة وتيارات منحرفة، وهناك أيضا هجوم على الإسلام على وجه التحديد. فلا بد من إبراز الإسلام الوسطي والمنهجية الوسطية التي تقوم على احترام الآخر، تقوم على التعايش، تقوم على أن هناك أمور مشتركة بين الشعوب والأمم على مختلف أديانها، على مختلف أطيافها، على مختلف جنسياتها. فالبلد الواحد قد تكون فيه أطياف متعددة، فمن هنا الأمر يدعو إلى أن نركز على إنشاء تخصصات دقيقة في جوانب العلوم الشرعية مهمتها إخراج فرد سوي. هذا الفرد السوي يظهر صورة الإسلام يعني أنها رسالة سلام للجميع، وأنها رسالة للوسطية، للتعايش، ونبذ العنف، نبذ التطرف، نبذ يعني أي شيء يؤدي إلى ما نراه اليوم من انعكاسات، سواء في تشويه صورة الإسلام من جهة، أو من إحداث القلاقل والفتن، أو من أن هناك فئة معينة تريد أن تفرض رؤيتها وتصوراتها على الشعوب أجمع. فنحن عهدنا الإسلام أنه دين التعايش، عهدنا الإسلام أنه دين الوسطية، وبحمد الله تعالى رسالة المملكة العربية السعودية برهنت وأكدت على أهمية نشر هذا التوجه، نشر هذا المسلك السليم الصحيح الذي من خلاله نرفع صوت الحق ونرفع يعني كلمة الحق ونؤدي رسالة الحق بهذا الشيء، دون أن يختطف هذا الدين من قبل أطراف أو من قبل جهات، سواء من خارج الإسلام أو من داخل المسلمين. فنحن كما نعاني أن هناك نظرة سلبية للإسلام من قبل أناس يعني من غير المسلمين، والواجب هنا أننا نقابل هذه النظرة بنوع من التعقل ونوع من التفكر ونوع من الحكمة التي نعالج فيها مثل هذه النظرة ونصحح فيها هذه النظرة، سواء كانت على مستوى الإعلام أو على أي مستوى أو صعيد، خاصة أننا مجتمع أممي يقوم على هيئات ومنظمات عالمية، الواجب أنها يعني تؤدي هذه المنظمات كل ما يخدم يعني هذه الإنسانية ويؤكد مدى إمكانية التعايش السليم الصحيح. فما بالنا أيضا من داخل المسلمين، ينبغي علينا أننا نحد من هذا النوع من التفكير أو هذا النوع من هذا التوجه الذي وقودهم أبناؤنا. فلا يمكن نواجه هذا يعني بالبعد العسكري وحده، ولا يمكن نواجهه بالبعد السياسي وحده، فلا بد أن تتضافر الجهود يعني في جميع المستويات. فهناك من الشباب من وصل إلى حد أنه بدأ يفسد وبدأ يعني يأخذ منحى منحرف وخطير، فهناك يعني التوجه الأمني يعالج مثل هذا النوع من الانحراف في هذا الشيء. وأما على مستوى التوجه يعني العلمي، فالواجب هنا على العلماء وعلى محاضن العلم أن تخرج دعاة وأن تخرج يعني أمة معتدلة مستقيمة على طريق الحق. دعني أسألك دكتور أيضا بإيجاز إذا تكرمت عن جهودكم أيضا فيما يخص المذكرات التفاهم والتعاون مع بقية المؤسسات العالمية والتعليمية. جامعة المدينة العالمية تحمل هذا المسمى أنها عالمية، فهي ليست ذات بعد محلي أو بعد إقليمي فقط، وإنما بعدها عالمي. ومن هنا بحمد الله تعالى هناك عشرات مذكرات التفاهم مع المؤسسات التعليمية ومع مراكز الأبحاث ومع المؤسسات التي تقوم على المؤسسات المجتمعية، بغية توثيق العلاقة بينها وبناء جسور من التعاون. الهدف منها قد يكون تعليمي، قد يكون بحثي، قد يكون أيضا مجتمعي. كل هذه الزوايا نحن بحمد الله تعالى نسعى من خلال هذه المذكرات إلى تغطيتها وإلى القيام بما يجب أن نقوم به من تعاون مشترك. فيما يخص أيضا استقطاب الكفاءات يا دكتور، وعدد الدارسين إذا هناك في إحصائية معينة؟ الحمد لله تعالى الجامعة يعني فيها قرابة 4000 طالب ينتمون كما قلنا ل 86 جنسية في هذا الشيء. هذا التنوع في عدد الطلبة بحمد الله تعالى في هذه الجنسيات
يستدعي كذلك أن تكون نوعية الكفاءات سواء من الكفاءات الإدارية أو الكفاءات الأكاديمية أو الكفاءات التقنية أيضا متنوعة الجنسيات، بما يسهل على الطالب أنه إذا جاء إلى هذه البيئة يجد فيها التنوع ويجد فيها البعد العالمي. فهذا من أسباب استقطاب هؤلاء الطلبة، من أسباب استقطاب هؤلاء الطلبة هذا التنوع الذي على شتى المستويات. وهؤلاء قرابة 4000 طالب، منهم من هم في التعليم عن بعد ومنهم من هو في التعليم المباشر، والجامعة بحمد الله تعالى تسعى أن يكون لها بإذن الله تعالى مقر مستقل بإذن الله تعالى قريبا، يهدف إلى استيعاب عدد أكبر، والمجال متاح والفرص بحمد الله تعالى يعني قوية في هذا الجانب. دعني أختم معك دكتور، وهذه الزيارة تتزامن مع زيارة أو جولة خادم الحرمين الشريفين إلى جنوب شرق آسيا وتحديدا أيضا إلى ماليزيا، ما هي تطلعاتكم أو ماذا تقولون بمناسبة هذه الزيارة؟ نحن نعلم أن رؤية المملكة يعني 2030 بهذا الشيء تركز على أن هناك عمق استراتيجي يعني للمملكة، وهو العمق العربي والإسلامي في هذا الشيء. هذا العمق العربي الإسلامي يستدعي تقوية العلاقات وتوثيق الأواصر، وبخاصة مع دولة مثل ماليزيا. ماليزيا بحمد الله تعالى بلد مسلم، تميزت قيادته بالاعتدال، تميزت قيادته بالوسطية، وكذلك بالتفوق في شتى المجالات. فوجود التعاون وجود التكامل بين المملكة العربية السعودية وماليزيا بإذن الله تعالى نجد أن من نتاجه ومن ثمراته، وهو عمل دؤوب متواصل مستمر على الأعوام الماضية، توج إن شاء الله تعالى بهذه الزيارة التي يتوقع لها نتائج بحمد الله تعالى مشكورة في شتى المجالات التي تخدم الطرفين من جهة وتخدم الأمة المسلمة. فماليزيا يعني تحمل حس ويعني توجه قوي في البعد الإسلامي بحمد الله تعالى، باعتبار أنها دولة متقدمة من الدول الإسلامية وتحمل توجه الاعتدال وتحمل توجه وسطية في هذا. والمملكة بحمد الله تعالى بكونها بلاد الحرمين، فوجود هذه العلاقة المتعددة المجالات في هذا الشيء سيسهم بإذن الله تعالى في تحقيق ما تصبو له المملكة، سواء من يعني نشر رسالة الإسلام أو من توثيق العلاقات الاعتدال والتوسط بين الدول والاحترام المتبادل والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وهذا ما نلمسه في السنوات الأخيرة بحمد الله تعالى يتحقق شيئا فشيئا. فنؤمل في هذه الزيارة أن يكون لها بإذن الله تعالى ثمرة كبيرة، وإن شاء الله تعالى تحقق النتائج المرجوة منها بإذن الله تعالى. نعم، نحن أيضا نشكركم دكتور محمد التميمي المدير التنفيذي لجامعة المدينة العالمية، ونتمنى لهذه الجامعة أيضا أن تؤتي ثمارها يعني. وأنا أقدم كذلك لكم جزيل الشكر، وأسعد ويعني انشرح الصدر بوجودكم معنا هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل التوفيق، والشكر أيضا موصول للمشاهدين والمشاهدات على حسن استماعهم، والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا على أن نلتقيكم في العديد من اللقاءات الخاصة عبر قناة الإخبارية. كنتم ودمتم دائما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.